السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الاثنين، التاريخ 30/3/2020، وسنكمل اليوم يا أطفال الصغار عن حرف الشين، وسنتعرف على الكلمات التي تأتي بحرف الشين. اليوم سنتعلم حرف الشين. أين يختبئ حرف الشين؟ خلف الشجرة. رائع! أين يختبئ حرف الشين؟ خلف الشمعة. أحسنتم! شين شجرة. شين شجرة. أي من تلك الصور تبدأ بالشين؟ شين شجرة. شين شجرة. أي كلمة تبدأ بالشين؟ شين شجرة. شين شجرة. ممتاز! شين شين شمعة. أي من تلك الصور تبدأ بالشين؟ شين شمعة. شين شمعة. أي كلمة تبدأ بالشين؟ شين